فلاحون وبقالون يصلون إلى علوة العظيم بمحافظة ديالى قادمين من مختلف مدن العراق. إنه موسم حصاد محصول الرقي، محصول وفير يعرض للمزايدة في موسم استثنائي، سببه وفرة الأمطار ومجهود المزارعين. جودة المحصول المحلي معروفة للجميع إلا الجهات الحكومية التي تصر على إهمال الفلاح العراقي وعدم تقديم الدعم اللازم له. بس شنو، دعم الفلاح كلش ضعيف من الكيمياوي من الأرض الزراعية فدنوب، يعني رئيس الوزراء ما دعم شخص الفلاح خلاص، يعني هم شو دعم الفلاح؟ عانوا من المي كلش ضعيف، يعني لو ما مطر الدنيا وهذا البرد الرق ما يطلع هيك، أغلبيته يطلع يابس، يعني أغلبيته هسه على البير عايشة، يعني الفلاحين أغلبيته على البير. عانوا من كل شيء، عانوا الفلاح من كل شيء، للأسف الشديد ماكو دعم من المزارعين من كل النواحي، سواء الخضر الرقي أو البطيخ أو محاصيل الحنطة والشعير. كما تصر السلطات على فتح الحدود أمام الرقي المستورد، ما يؤثر بالسلب على مبيعات نظيره المحلي. هاي ب 300 درهم خذيت. 300 صارت. ب 300 ما يصرف حجي، عندنا إيراني مفتوح، عندنا إيراني مفتوح قاعد نباع 200 دينار. احنا لو بس يشدونا زين مفتوح، عندنا إيراني قاعد نباع 200 دينار، هذا الرقي قاعد يوصل ب 400. ب 300 عمولة 25، كروة تلوحة 75%، قاعد يوصل ب 400 الرقي. وهسه أنا قدامك مو بعتها ب 300؟ والله والكيمياء غالي، والرقي غالي، والله وأنا فلا فلاح. ترى أنا مو فلاح. والحدود هم مفتوحة. زين أنا إذا أزرع وخسر الفلاح، أنا والله قاعد تقوم تأجيرها ما عاد أزرع. أغلق الحدود لنتمكن من قطف ثمار مجهودنا طوال موسم كامل، هو المطلب الأبرز للفلاحين من الجهات الحكومية. نطالب السيد رئيس دولة الوزراء المحترم بسد الحدود الإيرانية. عندنا المحصول خير من الله. هسه الأسعار منا 200 إلى 500، والأسمدة قالية والحبوب قالية، يعني ما يصرف هذا السعر، ما يصرف على هذا السعر. الاستيراد وإهمال الفلاح ليسا السببين الوحيدين المضرين بالمحصول المحلي، إذ أن إدارة ملف المياه حرم الكثيرين من زراعة أراضيهم، كما أجبر آخرين على بيع أراضيهم الزراعية والنزوح باتجاه مراكز المدن.